إلا قوليلي بقى، هي الولية أم المنيل على عينه عاملة إيه بعد ما حرقتها؟ وانتي بعد لشين تسألين عقب اللي سويتيه؟ يا البازع، بس خليني ساكتة. ما فيها شيء، كاهي قاعدة بالقسم الكويتي ما فيها أمرة من تمرة، قاعدة تاكل قبوط أم مشعل وقاعدة تحش فيك. والله يا إنا منصور وده ينتفش تنتف، قاعد يخوزز فيك من البارحة وانتي ما عطيته أبو لباس. يتفلق ويخبط دماغه في الحيطة كمان. مش كان واقف عامل لي فيها وكل سد الحنك وأمه عمالة بتقطم فيا؟ اللي مهنش عليه حتى يدافع عني بكلمة. لا والله، وانتي ما لقيتي حل إنها تحرقين أمها؟ أيوة ولع فيها كمان. أيوة يا شوف، وكده بقى وريته العين الحمراء. شبك حاجة تطلع فيها؟ طنشها، اسمع مني. تعال شوف كيف هي راح تركض وراك. طالعين من حالك أمك معي. مرحبا يا صبايا. أهلا أهلا. عرفكم منصور. تشرفنا. هاي كيفكم؟ ضحك عادي. إيه أنا أشوفها قاعد ينخ ويبكي. أنتِ يا ثولة، أنتِ ترى قاعدة بلبنانين، يعني تزعلين يراضون اللبنانيات. لا ضحك عادي، خليك طبيعي، هيك طالعة عم تعمل دعاية مع شو سناب. مرحبا. كيفك؟ أنت من الخليج؟ يعني نص نص، نص هيك ونص هيك، بس على فكرة هواي لبناني من جبلي. شو ظريف وصريف، وبحب الروشة في الصيف. شنو شفيك؟ هذول ايش قاعد يسوون؟ شفيك بيرقصون دبكة، الحين قاعد يعرفون الشباب على التراث اللبناني. بس بفرجينا الرأس بالكلتشر تاعكم. أنا؟ ما لي علاقة بالرأس، بس على فكرة بحب كثير اللي بيرقص. تعال وزع جدر الكابوت مع أخوك مشعل. أنت مشعل طالبة هون؟ ها هو علي. إيه سنة ثالثة. وأنت؟ أنا لا، أنا أخي معكم هون سنة أولى. أنا بشتغل رجل أعمال، عندي شركة. العين الحمراء، ها؟ أشوف العين الحمراء، أبي أشوفها. شو هذا جد؟ خليها. شو بدك تسأليني؟ وشو بتدرس أنت؟ أدرس قلة أدب. شو؟ ماشي ماشي. وهذا كرتي، تفضلي بأي لحظة بتحكي معي. أنا مش عبد الحامد. تشرف. بس عفوا مشان مطعم التنزيل. يلا جاي. شوف يا ما كان قال ما هي قالت انت عنسي نورية بس لطيفة وي. اي موجودة هناك بقسم. شكرا. خمسة مش خايف من امك دلوقتي؟ اهشمي نفسك لارميك بالقدر، فاهمة ولا لا؟ يلا قدام، يلا يلا قدام.